فضيلة الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري، يحاوره الأستاذ أحمد بن عاشور شامس، محاضر علم النفس بجامعة سيئون، في هذه قيمنا الموسم الثالث. سنطوف في الأرجاء نقرأ في تعالي من إله، قيم غرسنا بذرها في صدورنا ونفوسنا، وتفرعت أوراقها في حينا وديارنا، وثمارها تدنو لتهدي للورى عزا وجاه، قيم تشاكل في نواحي الأرض طوقا للنجاة، وحوارنا ما بيننا. جديد هذا الموسم المنافسة الشبابية عزز قيمك. الشاب المثالي في هذه الحياة من إذا شافك على غلط ينصحك، لأن معظم الصحبات الآن في الوقت ذا حق عشوات. لقد شافك على غلط قلنا له انصحه، قال بي احنا كل احنا معاشي روح على سيئون. أفكارنا أسرارنا وعزيمة لا تنثني، وموارد وسواعد، هذه قيمنا قد بدأت نورا يضيء لنا الحياة. اللهم فرج هم المهمومين. نور وهداية، صراط مستقيم، حبل ممدود، من تمسك به نجا. إنه كتاب الله، إنه كلام الله عز وجل، آيات نسمعها من أحدكم وننظر ماذا جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الهداية لقلوبنا جميعا. هشام تتلو علينا من كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الله يعيننا وإياكم على تقواه. كان القرآن وما زال منهجا للحياة الجميلة. تأملوا في هاتين الآيتين التي قراها هشام، كم ذكر الله سبحانه وتعالى من حقوق وهموم الشباب. ذكر الله عز وجل حقهم في بناء أسر قائمة على الألفة والاستقرار، وأنكحوا الأيامى منكم. ذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في إصلاح قلوبهم وجوارحهم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. ذكر الله سبحانه وتعالى حق الشباب في أن يكونوا أغنياء
يعيشوا حياة كريمة إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كم حق الآن؟ ثلاثة. ذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في أن يعيشوا حياة العفة بعيدا عن لوث المدنية الهمجية، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في فرص العمل، في أن يعملوا عملا يعود دخله عليهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في استثمار الموارد المالية التي هي من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذا كان هذا والذي قبله في شأن العبيد فكذلك في شأن الأحرار بل أبلغ. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في أن يعيشوا حياة الطهر، طهر المشاعر والأحاسيس، طهر العبارات والمشاهدات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى حقهم في اختيار رغباتهم، في حرية تفكيرهم فيما ينفعهم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ما أعظم هذا القرآن، فهل قمنا بحقه؟ وهل قمنا بحقوق هؤلاء الشباب؟ مرحلة الشباب هي مرحلة من أجمل وأهم وأخطر مراحل حياة الإنسان، فالشباب قوة وعزيمة، والشباب حب للتحدي، والشباب روح الإنجاز، لكنها مرحلة تمتلئ بالهموم والمشكلات، فالشباب بطاقتهم وتطلعاتهم وحب استطلاعهم يريدون أن يكتشفوا ما حولهم، وما حولهم إما أن يكون إيجابيا نافعا وإما أن يكون سلبيا ضارا، وهنا مكمن الخطر والهموم. شيخنا حفظكم الله، ما أهمية الحديث عن هذه المرحلة من مراحل حياة الإنسان، مرحلة الشباب؟ كيف لا نتحدث عن مرحلة الشباب؟ أليس هم سواعدنا؟ أليس هم أملنا ومستقبلنا؟ الشباب عقول ذكية وقلوب نقية وسواعد فتية. كيف نتحدث عن الشباب والمؤامرة اليوم تدور وكثير من تفاصيلها يدور على الشباب؟ إبعاد الشباب عن قيمهم، إبعاد الشباب عن دينهم، إبعاد الشباب عن أخلاقهم العالية، إغراق الشباب في التوافه. حقيقة نريد أن يدرك كل شاب فترة شبابه. فترة الشباب هذه هي فترة العمر الذهبية. يعني الآن لما نتذكر نحن الشباب ما نقول إلا كما قال الشاعر: بكيت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق قضيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فرصة ذهبية هي فترة الشباب. رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. ومن هذه الخمس الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام لاغتنامها فترة الشباب، قال: اغتنم شبابك قبل حرمك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أنك ستسأل يوم القيامة عن خمس: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. سؤال عن فترة العمر، تسأل عن فترة عمرك كلها ماذا قضيتها، وسؤال خاص عن هذه الفترة بالذات من العمر، فترة العمر الذهبية، وعن شبابه فيما أبله. ولذلك لابد علينا أن نستعد وأن نعد العدة لاستغلال فترة شبابنا على خير ما نرجو، حتى إذا جاء السؤال يوم القيامة حسن الجواب. حسن الجواب. أحسن الله عليكم شيخنا. هموم الشباب كثيرة شيخنا الكريم: حب في غير مساره الصحيح، هروب إلى دائرة المسكرات والمفترات بأنواعها، كذلك شيخنا قضية الهوس في تتبع الموضات، الهوس الرياضي الزائد على حده، دائرة الجرائم الأخلاقية وغيرها.
كيف يتم معالجة كل هذه الهموم والمشكلات التي يتعرض لها الشباب اليوم؟ حقيقة أنا لا أريد أكثر الكلام ولا أزيد أنكأ الجروح، أنا سأقول شيئا واحدا فقط، اشغلوا الشباب بالعمل النافع. ممتاز. العمل ثم العمل ثم العمل، العمل سيصرف الشباب عن التفكير في التوافه وملاحقة الأمور التي لا فائدة منها أو مرافقة صحبة السوء، هو أصلا مشغول بالعمل، العمل سيجعله محل المسؤولية، سيجعله في دائرة المتابعة والمحاسبة والمراقبة. يعني يذكرون أن أبا كان له ابن وطبعا ما يعمل ولا يشتغل، تأتيه الأموال من أبيه فيبذرها ويصرفها في غير موضعها الصحيح. أراد هذا الأب أن يربي ابنه ويعرف من وين يجي القرش، أمره أن يعمل عند أحد أصحابه وقال لصاحبه هذا أكرفه في العمل شغله. بعد 3 أشهر من العمل الشاق أعطاه راتبه، فرح بالراتب هذا، أول راتب يستلمه في حياته من عرق جبينه. ذهب لأبيه، أخذ أبوه الراتب وأراد أن يلقيه من النافذة، كاد الابن أن يطير وراء خلف راتبه، وراء راتبه. الآن عرف معنى المال، عرف معنى التعب، عرف كيف حقيقة إذا شغلنا الشباب بالعمل النافع سنسلى من كثير من هذه المشكلات. نحن بحاجة لثلاث أشياء، بحاجة لتوفير فرص عمل للشباب، فرص عمل ولو يعني يعمل ساعة في النهار ولو بأجر يومي، جئت اليوم خذ أجرتك. مصانع تشغل الشباب، مكاتب تشغل الشباب، متاجر تشغل الشباب، تعال اعمل وخذ شقة ما عملت، حتى لو عمل ساعة قبل الفجر قبل أن يذهب إلى مدرسته يتعلم العمل. جميل. نريد عمل مكتبي أو ميداني أو بيتي، حتى عمل صباحي أو عمل مسائي، عمل عضلي، عمل معرفي، عمل مهاري، المهم أن نوجد للشباب فرص عمل ونعلن عنها، في أي وقت تفضل اعمل هذا وخذ أجرتك. وخذ أجرتك. نحتاج إلى دورات لتأهيل الشباب، نحتاج إلى أن نشرح للشباب برنامج الادخار، تحويشة العمر. اليوم بعض شبابنا يعمل صحيح، لكن أول ما يجمع المال لا يوفر، على طول آخر صيحة في الجوال وآخر تشيكة في الملابس وتضيع المال. نحن نحتاج أنهم يعملون، أن يأخذ شقة عمله ثم أن يضعه في المكان المناسب. أقول اختصار للجواب للسؤال، نعم. تشعبات السؤال كانت كبيرة، لكن أقول لو شغلنا الشباب بالعمل وأوجدنا لهم فرص عمل ولو بأجرة يومية، ستجد أن شبابنا بإذن الله عز وجل يبتعد عن كل هذه الملهيات. جميل جدا شيخنا. شبابنا في عزز قيمك تحاور وتناقشوا حول سؤال: من هو الشاب المثالي في وجهة نظرك؟ نستأذنكم شيخنا في متابعته. نعم. أن أكون شابا مثاليا في حياتي العامة والخاصة هذا أمر يتبادر إلى أذهان كثير من شبابنا ونحن أيضا، فيا ترى ما هي وجهة نظرك يا عامر؟ من هو الشاب المثالي في هذه الحياة؟ الشاب المثالي في هذه الحياة من إذا شافك على غلط ينصحك، لأن معظم الصحبات الآن في الوقت ذا حق هو حق عشوات. لو قد شافك على غلط قلنا له انصحه قال بي احنا كل احنا قم عايشي روح على سيون. أيه. عادي كوفية. الله يرضى عليك، تفضل. أيه. يا سلطان. سمعنا. في نظري الشاب المثالي هو ذلك الشاب الذي التزم بأمر الله سبحانه وتعالى. جميل. أمر ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو عمل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكف وانتهى عن ذلك الأمر وعن ذلك الزجر الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله. ربي يرضى عليك، تفضل يا حسين. الصديق المثالي أو الشاب المثالي قل ما تجده في هذه الأيام، يعني الكثرة دحين التطور والذا قل ما تجده، يعني من كل 1000 تجد إلا 1 هذا هو اللي ينصحك واللي يحبك واللي يعني أول ما يشوفك على غلط. وطبعا شارك الأخوة في هذا الرأي، أنه يعني على طول يروح سريع لك أنه ينصحك، يبادر في نصحك، يشوفك على غلط على طول يروح، ما يخليك تسمع. تفضل يا فارس، وجهة نظرك. طبعا الشاب المثالي وجهة نظري من كان بار بوالده،
إذا كان بار بوالديه أيوة. ومحسن إليه فأكيد هذا الشاب يكون محسن مع بقية الناس أيوة. هذا اللي يعني الله يحفظك. تفضل يا هشام. أنا وجهة نظري الشاب المثالي هو الشاب الذي يعمل الطاعات ومتمسك بالطاعات رغم وجود آلاف الفتن سواء كانت مسموعة مقروءة وسائل الإعلام الإنترنت أيه. وغيرها من الشبكات. ما شاء الله هذا فعلا. الشاب المثالي الله يحفظك. تفضل يا محمد سعد. الشاب المثالي هو الشاب الذي يتصف بصفة واحدة باختصار أعطيك إياها، هي الشاب ذو الخلق. الخلق هي صفة حميدة تجمع جميع الصفات التي أيوة التي ذكرها الإخوة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصرت رسالته في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ما قاله شباب عزز قيمك. حقيقة كلام الشباب دار حول أن يكون الشاب خلوقا، أن يكون مطيعا لله، أن يكون حافظا لنفسه. كل هذه تحتاج إلى أدوات، ونحن نبحث عن هذه الأدوات في هذا اللقاء. شيخنا، من هموم الشباب الآن التي ظهرت خصوصا في فترة الانفتاح للثقافات هم وحيرة في التفكير في دنيا حرية الفكر والانفتاح على الثقافات، الخوف كذلك والحيرة من المستقبل في ظل وجود الصراعات والاختلافات. هذه الهموم تتجاذب شبابنا اليوم، ماذا تقول لهم؟ لن أكثر الكلام، نحن بحاجة حقيقة لتفعيل قضية العلم والعلم النافع. جميل جدا. العلم ثم العلم ثم العلم. العلم هو الذي سيجعله يتجه في الاتجاه الصحيح ويبتعد عن المسار المنحرف. العلم سيضع له معايير يعرف بها الحق من الباطل، يعرف بها الصواب من الخطأ. نحن بحاجة حقيقة لثلاثة أمور، بحاجة لأندية تثقيفية، أندية تعليمية يجتمع فيها الشباب ويحاورون ما هي مشكلاتهم، ما هي همومهم، ماذا يريدون. نصنع جسر بين الجيل الماضي والجيل الحاضر بحيث نصنع حوار رائع بين الأجيال. نبين للشباب في هذه المنتديات ما هي ضوابط الاستفادة من الآخر، كيف تستفيد من الآخر دون أن تتضرر ودون أن تتأثر قيمك ويتأثر دينك. يعني بحاجة لأن نتحاور في قضايا الموازنات. اليوم المشكلة أنه الشاب ما يدري يعني هل هو الآن في الوسط أو قد وصل للتفريط أو وصل إلى الإفراط. نحن بحاجة أن نضع موازنات. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينظر لشاب قصر في قيام الليل قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وينظر لشاب آخر قد زاد في قضية قيام الليل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حق. إذن قضية الموازنات نحن بحاجة أن نطرحها في هذه المنتديات. ثم أيضا نحن بحاجة لقضية أخرى وهي أن نصنع إعلام موجه يخاطب الشباب. جميل. اليوم الشباب يبحثون عن المعلومة السريعة، يعني مقطع في اليوتيوب يمكن يتابعه من الشباب ويعجب به أكثر بكثير لو صنعت برنامج طويل الحديث. هذا الواقع صحيح. منتديات النقاش والحوار والدردشات هذه كلها إعلام يجب أن يوجه في خدمة قضايا الشباب. ثم بعد ذلك نحن بحاجة لدورات كيف تخطط لمستقبلك، كيف تبني نفسك، كيف تحاور غيرك. إذن أعود وأقول القضية قضية علم. هذا الفكر لا يعالج إلا بفكر. إذا استطعنا أن نضع حوار صحيح ومعايير جيدة في أذهان الشباب من خلال أنديتهم الثقافية، من خلال الإعلام الموجه، من خلال الدورات التي تخدم هذا الجانب، سنستطيع بإذن الله أن نحاصر الفكر المنحرف. جميل جدا شيخنا. هذا في الجانب الفكري، في الجانب العقدي، في الجانب العقلي. لكن ماذا عن الجانب الجسدي الذي تحيط بجسد الشاب الشهوات من كل مكان، وكل شهوة تقول له هيت لك في ظل الجوالات، في ظل الانترنت، في ظل القنوات الفضائية، ما نصيحتكم؟ نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب قريش، يا شباب قريش احفظوا فروجكم ولا تزنوا ألا إن من حفظ شبابه دخل الجنة. سبحان الله. لو استطاع الشاب أن يمرر فترة الشباب على خير
هو إن شاء الله في عافية يسلم له شبابه. المسألة ليست هينة في ظل ما ذكرت، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. اليوم الشاشات تقول للشباب هيترك، اليوم الشارع وفتن الشارع تقول للشباب هيترك، اليوم لو فتح جواله الشاب فقط جاب له العالم كله سيجد فتن كثيرة جدا. يعني صرخة إني أخاف الله ليست سهلة اليوم، صرخة معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ليست هينة، لكن نحن علينا أن نساعد الشباب في هذا. رسولنا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأت هذا الأمر قطع مباشرة، نظر إلى شاب ينظر إلى شابة فأبعدهم عن بعضهم، سئل قال نظرت إلى شاب ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الشيطان. لما تطورت القضية عند شاب آخر ووصل إلى حد يعني فظيع، تصور أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يبيح له الزنا، يعني وصل فورة التفكير في هذا الأمر إلى أنه يريد الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ هنا الشباب يحتاجون إلى هذا، قال أدنوا مني. ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يصور له ما معنى جريمة الزنا، أتحبه لأمك؟ يعني يتخيل هذا الشاب وهو يفكر في هذه القضية، يدخل بيته يتفاجأ أنهم فجروا بأمه، مباشرة قال لا والذي بعثك بالحق، قال أتحبه لبنتك؟ تأمل وتخيل لو أنه رأى بنته ملقاة في إحدى الشوارع وقد فعل بها الحرام، قال لا والذي بعثك بالحق أتحبه لأختك؟ تأمل لو أن واحد وهو ينظر في جواله فجاءته بعض المقاطع لأخته بالحرام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرك عند هذا الشاب غريزة الغيرة على محارمه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره قال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فكان هذا الشاب لا يلتفت بعدها لشيء. اليوم نحن بحاجة لقضية مهمة، بحاجة أن نيسر مشاريع الزواج للشباب، جميل، ولو بقروض ميسرة يعني على أقساط دون أي فائدة مضافة، بأعراس جماعية لابد نوفر لهم الكلفة ونوفر لهم المهر حتى يستطيعون يتزوجوا. اليوم نحن بحاجة لدورات تقام للشباب حتى بعد الزواج، اليوم أكثر دوراتنا للمقبلين على الزواج، مش من الزواج صحيح. لكن سرعان ما ينتهي الزواج إذا ما تأهل بالشكل الجيد، كيف تتعامل مع الاستمرار في التأهيل؟ الاستمرار في التأهيل هذا مطلوب. إذا أعود وأقول حقيقة لا نكثر الكلام، شبابنا اليوم يتعرض لكثير من الفتن ويحتاج ثم يحتاج ثم يحتاج أن ييسر له قضية الزواج. شيخنا الآن تكلمنا كثيرا حول مشكلات الشباب وطرحتم بأسلوبكم الجميل عدة حلول لمشكلات الشباب وهمومهم، لكن لو قلنا بإمكانكم أن تلخصوا لنا في ثلاث نقاط كيف نعالج مشكلات الشباب ونعرف حقوقهم؟ في ثلاث نقاط؟ في ثلاث نقاط. يعني باختصار أقول فرص عمل، أندية تثقيفية، زواج ميسر، هكذا سنرشد طاقتهم وفكرهم وعواطفهم. جميل. حقيقة اللي يتكلم خارج هذه الثلاثة يغرد خارج السب، سبحان وإن شئت قلت يكتب تحت السطر. هذه الثلاثة التي يحتاجها شبابنا اليوم. لا يتكلم إنسان عن هموم الشباب يبتعد كثيرا عن هموم الشباب الحقيقية. فنسأل الله أن يعيننا أن نقوم بهذه الحقوق. آمين. طيب لو تعمقنا قليلا وتخصصنا وخصصنا الدائرة وضيقناها، ما نصيحتكم لشاب وما أكثر هؤلاء الشباب والفتيات كذلك في قضية اختيار التخصص الجامعي؟ قضية المستقبل. نعم. هذه مشكلة، كثير من شبابنا دخل في تخصصات ثم ندم وتفاجأ بعد ذلك بأنه لم يختر أنها لا تناسبه. أنها لا تناسبه. لعل هناك من المختصين من هو عنده القدرة الجيدة والجدارة الكبيرة لكي يجيب عن سؤالك هذا، دعنا نحيل هذا الأمر لمختصي التنمية البشرية لعلهم يجيبوننا إن شاء الله. إن شاء الله. لما تبدر أنت لازم أنك قلت لك من اليوم على اليوم على
لازم انك من الجمعه للجمعه بغيت لك صيد، لازم من الجمعه. فاول خطوه من الخطوات التي على الطالب اتخاذها وهو ان يقرر ما هو ميله المهني، ما هو ميله الوظيفي في المستقبل، ماذا يريد ان يكون. فاذا كانت هناك لديه رغبه محدده، هذه الرغبه المحدده ستساعده في تحديد التخصص اولا كمرحله اولى كخطوه اولى. اما الخطوه الثانيه فهي ما هي امكانياته، هل لديها القدره لدراسه هذا التخصص. كل تخصص له متطلبات معينه، متطلبات في القدرات الشخصيه ذاتها، ومتطلبات مرتبطه بالمواد العلميه ومستوى الطالب في هذه المواد. وبالتالي يجب ان يقف الطالب امام هذا الموضوع بجديه وبهدوء، ولا يمنع ان يستشير، ولكن يظل القرار قراره ولا يترك مؤثرات. الاستشارة للاستفادة، فيكون قراره واضح ماذا يريد، هل يريد أن يكون طبيباً، هل يريد أن يكون مهندساً، هل يريد أن يكون أديباً، شاعراً، مترجماً، أي تخصص من التخصصات. فعلى ضوء هذه الرغبة والهواية هي أساس، فيحدد بموجب ما يرغب هو رغبته المهنية، وأيضاً يرجع إلى مستواه التعليمي وطبيعة التخصصات. بعض التخصصات لها متطلبات نفسية معينة، مثلا الطب يلزم أن يكون عنده قدرة لتحمل بعض المناظر الخاصة بالإصابات وهكذا. أيضا القدرة الفنية، الأصابع، بعض الأشخاص ليس لديهم قدرة كثيرة في الجانب المهني والفني، وبالتالي يميل إلى التخصصات ذات الطبيعة النظرية. فكل شخص حقيقة خواص معينة تسهل له اختيار التخصص. ولهذا فأنا أنصح أبناء الطلاب باتباع الخطوات المذكورة، وهي تحديد ميله المهني، ثم تحديد مستواه الدراسي، ثم تحديد رغبته. ولن يحقق ولن يبرز في التخصص الذي يبدأ فيه إلا بالجهد والعزيمة والرغبة الصادقة والحب لهذا التخصص. فإذا كان له الميل، أحيانا تبدأ الميول من وقت مبكر، وهذا تكون في الغالب يعني سبب للنجاح. انه قد يتبادر لي الان ان انا اختار مثلا تخصصات او تخصصين معينه واحترث بينهما، فانصحك اخي الشاب ان تاخذ ورقه مثلا وتعمل بهذه الورقه بهذه الطريقه، تلفها الى ان تحصل الى على 4 4. نفتحها مره ثانيه، هذه الاربعه الاربعه هذه 1 2 3 4. نكتب هنا مثلا اذا اخترت تخصص القران الكريم والتربيه الاسلاميه مثال، ما جوانب سأستفيده؟ ما الجوانب التي سأخسرها؟ ثم بعد ذلك في القائمة الثانية هنا إنه إذا اخترت تخصص علمي، كيمياء، فيزياء، أحياء أو غير ذلك من التخصصات الأخرى، ماذا سأستفيد هنا وماذا سأخسر؟ ستجد هنا في فائدة وهنا في فائدة، كم الفوائد؟ أيهما أكثر فائدة؟ وقد أعرض هذا الموضوع برضو على مستشار، قد يضيف لي بعض الأشياء اللي أنا ما قد أدركها. بهذا الطريقة نستطيع أن نحدد تخصصنا بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك 7 وسائل لاختيار التخصص، أذكر من أهمها هو استكشاف التخصصات الجامعية، يعني على الطلاب المقبلين على الجامعة أن يتعرفوا على التخصصات الموجودة في الجامعة ويعرفوا ماذا سيدرسون، وبعد التخرج ماذا سيعملون، وأيضا أن يفكروا في المهنة قبل التخصص. يعني مثلا من أراد أن يتخصص طب يحاول أن يدخل مع الأطباء ويسألهم ويعرف سر هذه المهنة وكلفتها ومشقتها وما هي القدرات التي تحتاج إليها أن يكون طبيبا، وأيضا يتعرف على نفسه، من هو، نقاط القوة ونقاط الضعف عنده، بحيث أنه يدخل التخصص عن معرفة ماذا يريد منه هذا التخصص من الناحية العلمية، العقلية، المالية. وكذلك أحبتي ممكن نطلع قبل الدخول إلى الجامعة إلى 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 مقاطع الفيديوهات في التخصصات المختلفة اللي أنت محتار تدخلها، ترى المقاطع الفيديوهات هذه في المجالات المختلفة، أي مقطع ترى أنه هذا يعجبك تفتح مقطع بعد مقطع في هذا المجال قد يكون التخصص هذا مناسب لك. فكرة أخيرة اللي هي الكتاب، إذا عندك 3 تخصصات أنت محتار فيها، يقول لك خذ لك كتاب في كل 3 تخصصات هذه، اقرأ فيها، اطلع فيها. فالكتاب اللي تستمتع في قراءته وتحس أنه هذا ملائم لك، ممكن هذا التخصص اللي يناسبك. الحل الذي أشار إليه البروفيسور محمد عاشور قائم على
التفكير التقاربي، وضع معايير لا تبعد عن الهدف الرئيسي ثم محاكمة القرار على ضوء هذه المعايير. الخبير الثاني كان حل قائم على استراتيجية تقييم المخاطر، النظر في كل قرار من جهة الإيجابيات والسلبيات ثم اختيار القرار الأمثل. أما خبيرنا الثالث فاعتمد على استراتيجية الهروب للأمام، اعرف التخصص، مارس التخصص، شارك مع زملاء التخصص حتى تختار بشكل عملي. أما خبيرنا الرابع فاعتمد على سياسة المحاولة والخطأ، شاهد عدة مقاطع، اقرأ عدة كتب في مختلف التخصصات، انظر أين أنت تستمتع وأنت لا تستمتع ثم اختار الخيار المناسب. آراء جميلة جدا مبنية عن خبرة وتجربة، ما رأيك يا أبو محمد؟ انت اذا كان عندك طموح بتروح ثانويه، بتروح الكول، بتروح، لا تخلي الوقت يضيع عليك. شوف الوقت كما السيف، لا ما قطعته قطعك. اذا كان بتحقق شيء نفسك انت الانسان، اما ابوك وامك ربوك ما بيقدرون يقول لك لا بتقبله ولا بشر. هل انت بتحقق شيء نفسك؟ هل انت بتحقق شيء لبلادك؟ هل انت نيتك بتحقق شيء للمجتمع؟ ما هو لك كلك ما شاء الله تبارك الله الان خلاص قرقعون عليك اهلك، ايه وحد الدكتور طالع قال لا ما حد وهو موجود، لا به لعك من الخساسة دي والفساسة والردالة. انت اذا كان مهندس، اذا كان مدرس، اذا كان اي حاجة في المجتمع اخدم الناس، هذه اول تكون نيتك. لكن لا تكون نية حقك ثاني. واذا كان انت الا ما بتقول بتمشي عمل ماشي نية عندك الا بتعبر وقتك، لا والله ولا زقع لك في دكان، ريع لك في بقالة، ريع لك في ان شاء الله في حاطين، ريع لك في اي تحاي، لا تخلي الوقت ضاق عليك. شوف الخلق بيضحكون عليك فوق دكاك، انت بنفسك اعمل نفسك، لا تكون بهيمة. شوف ذا الوقت يري كما السيف، لا ما قطعت وقطعت. سنطوف في الأرجاء نقرأ في تعالي من إله، قيم غرسنا بذرها بصدورنا ونفوسنا، وتفرعت أوراقها في حينا وديارنا، وثمارها تدنو لتهدي للورى عزا وجاه، قيم تشاكل في نواحي الأرض طوقا للنجاة. حقيقة ستضيع حقوق الشباب إذا ما استطاعوا يدافعون عنها ويطالبون بها. لو فكرنا في مبادرة نطلقها شبابية، لجنة تطالب بحقوق الشباب، يعني هي فكرة حقيقة لكن تبقى الخطوات. وش الخطوة الأولى حتى نصل لهذه اللجنة اللي تطالب بحقوق الشباب؟ ها عامل، ندعو الشباب إلى هذه المبادرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نحط لهم من يبغى يسيل منطقة فلان عند فلان، منطقة فلان عند فلان، من ثم التجمع في المكان الفلاني. جميل. ومن هذا الشيء أهم شيء ترى أن نعم الشباب جميعا بالدعوة بحيث ما ينقص أحد. طيب هذه خطوة ذكرها عامر. الخطوة الثانية سلطان، نقوم بعمل ملتقى خاص بالشباب، نطالب بحيث تكون هناك في دورات تعلم الشباب كيف يأخذون حقوقهم لكن بطريقة صحيحة. صحيح. لا داعي مثلا للمظاهرات، لا داعي بالوقفة، ولا داعي للزحمة. في طرق قانونية ممكن أنهم يطالبون بحقوقهم. أيه. بشكل صحيح، يطالبون بحقوقهم بشكل صحيح. هذه الخطوة الثانية، تفضل. معرفة متطلبات الدولة حول هذا المجال، كيفية مطالبة الشباب لحقوقهم. يعني نجيب قانونيين ويشرحوا لهم مثلا بعض اللوائح المتعلقة بتنظيم أمورهم. جميل، شوف هذا التثقيف الآن سيتحرك إن شاء الله هذا الأمر إلى الواقع بشكل صحيح. وبعدها نرشح أعضاء مخصصين للمطالبة بحقوق الشباب، ما هو أي واحد من جاء الدنيا بتكون عبث. طيب كيف الترشيح؟ هذا الترشيح يبغى له آلية نتفق عليها. أيوه نعم، لازم تصويت وبعدين نرشح. تكون في آلية جيدة لاختيار الشباب من خلال التصويت. نعم. وبعدين ياسر، ننشئ جروب بحيث انه يتواصلون فيما بينهم بين اللجنة اللي شكلت التي شكلت، يتشاورون فيما بينهم يعني على الامور اللي جديدة وكذا. جميل. وبعدها هشام،
يعني قامت نقابات تطالب بحقوق الشباب مثل نقابة العمال، نقابة الصناع، نقابة كذا. مثل هذه النقابات تقوم نقابات شبابية؟ ايه تطالب بحقوق الشباب. ممتاز، إذا بدأنا نتحرك الآن والله في خطوات كبيرة، وصل المسألة النقابية. محمد، أيضا لا ننسى لجنة للمتابعة التي تتابع سير هذه المخرجات والتوصيات. ماذا حق وراء مطالب؟ لو طالبنا بالشكل الصحيح، لو تابعنا، لو صبرنا، بإذن الله ستأتي حقوق الشباب. سأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم يا شباب، ونشوف إن شاء الله حقوقكم كلها محفوظة. لكن بقينا الآن في الشارع، من بصوت الجميل منكم وده يختم لنا؟ ها هشام تفضل. شباب الهدى يا مناي العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. شباب الهدى يا مناي العدا، تعالوا نعد ماضيا سيدا. ألسنا دعاة ننير المدى، ألسنا بطاها مددنا يدا. ألسنا دعاة ننير المدى، ألسنا لطاها مددنا يدا. فهيا نعد ماضيا مشرقا، فهيا نعد ماضيا مشرقا. ألسنا الذين دعانا الورى، فكنا إليها كنور سرى. ألسنا الذين دعانا الورى، فكنا إليها كنور سرى. وتوجنا الدهر لما درى، فعم هدانا جميع الورى. وتوجنا الدهر لما درى، فعم هدانا جميع الورى. فهيا نعد ماضيا مشرقا، فهيا نعد ماضيا مشرقا.